ميرسي بوكو وليد، اهلا وسهلا بيكم. بون بنجير مين هزنا الجو العرس والفروحات وكل شيء، وكيفاش يحبها المراه بارفيت. دونك هذاك علاش اليوم باش نحكيو كيفاش تكون عندنا البو بارفيت باش نكونوا ديما مزيانات ومتالقات كسوا في الصيف ولا في الشتاء. بون مشكله كبيره نعانيو منها سورتو نساء وحتى رجال زاد راهو يتقلقوا منها برشا، مشكله لي تاش بغون. فرانشمون انا بحكم خدمتي ما نجمش ما نحكيش على السوجي هذايا، على خاطر قاعده نشوف ديكا قدامي بالحق نساء ما عندهمش حتى مشكله مقلقتهم قد هاللي تاش بغون هذوما، هاك البقايع الكحل اللي عندهم برشا تسميات، اللي يسميهم الكلف واللي يسميهم الدسه واللي عندهم برشا اسامي، وهما خلينا نقولوا زيدا كيف برشا انواع راهم، ماهمش الكل دي تاج سولير. بون فما تاج سولير، فما التاج دو فييسمون، فما تاج اكني، فما الماسك دو غروسيس اللي يجي للنساء الحبيله، فما لي تاج اللي تكون نتاعهم الكوز هرمونال، فما حتى الدويات كيف ناخذوهم سا بروفوك لي تاج بغون، فما دويات كي تشربهم المراه من شانو انهم يخرجوا لها لي تاج بغون. هذاك علاش حبيت اليوم نحكي على السوجي هذايا، وبالذات نحكي على لي تاج سولير، ما ان احنا في الصيف وسخانة السيف، واللي خرج اليوم وحوس يعرف على شنو نحكي، ما شاء الله سخانة اليوم مش عادية. دونك حبيت نحكي على سورتو لي تاش سولير. بون أول حاجة صنفتهم لكم، قلت لكم راهم مش كل تاش تخرج لنا في وجوهنا الكوز تكون الشمس، فما بليزيوغ كوز، فما بليزيوغ فاكتور من شأنهم أنهم يخرجونا هاللي تاش هذوما، فما الكوز هرمونال اللي تسيل المرأة الحبلة اللي ديك تولد بعد شهير هكاكا من زمان يتنحاو لي تاش، سكون ابل الماسك دو غروسيس، هاك الكلف هذاك اللي يجيها في وجهها في صدرها في ظهرها في ديها، هذاك الكلف. وفما الدسه، فما لي تاش سولير اللي يجونا من الشمس، كي نخرجوا توا في الشمس وتبدا الشمس في ذروتها ما نحطوش ليكرون تاعنا، ما نعملوش لي بروتيكسيون، سي توت افي نورمال باش تخرجونا هاللي تاش هذوم. فما لي برودوي كوزميتيك اللي يكونوا رخاص شويه، لي برودوي شيميك اللي رخاص، المراه اللي تستحلى الفون دو تان تاخذها رخيصه برشا، اللي ما تحطش ايكرون. دونك ماذا بينا سورتو كونت يساجي لزينا لوجوهنا نهونوا شويه، دو بريفيرونس ناخذ ايكرون تكون ادابتي لتيب دو بوم تاعي تخرج على البوم تاعي، والا ناخذ فون دو تان تكون غاليه شويه وكيف ادابتي لتيب دو بوم تاعي، ميو ناخذ نامبورت كوا ويخرجوا لي هاللي تاش هذوما، نحرق البوم تاعي يخرجوا لي هاللي تاش هذوما، من بعد نلقى روحي مشيت في شيما نتاع فلوس وطبه ودويات، اي سورتو برشا 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 صبر، على خاطر مالوغوزمون هاللي تاش كان خرجوا باش يتنحاو راهو مش في ليله ونهار، لازمنا برشا وقت. فما زاد كيف التاج دو فييسمون اللي يجوا للعباد الكبار شويه في العمر، مثلا لاحظ انت كي تغزل عزيزك ولا ماماتك تلقاهم عندهم كنمش جينيرالمون، هاللي تاش هذوما نشوفوهم في العباد الكبار سورتو ابارتيغ من 60 نشوفوهم، اللي تلقاهم في ديهم كيف ديكولتي في وجوههم نغزلو لهم هكا انكيتات كحل كيما نمش، هذوكم اللي يتسماو لي تاج دو فييسمون. كيف لي تاج داكني الوليدات والوليدات والبنيات في الادوليسونس نتاعهم يخرجوا لهم الحبوب، حتى لي زادولت زاده كيف مرات يخرجوا لنا دي بوطون ما نصبروش عليهم، نبربشوهم ينجموا هاك لي تراس هذوكم يقعدوا لنا ويعاشرونا برشا عوام، واللي باش تكون بوطون تتنحى في وقت معين مالوغوزمون هاك لي تاج هذوكم مشكله كبيره، يقعدوا برشا ولازمهم كيف برشا صبر باش يتنحاو. دونك كيما قلنا بليزيوغ كوز، اليوم حبيت نحكي جوست على لي تاج سولير، بما ان احنا توي كسيف بما ان سخانه كبيره برشا لي زوترا فيولي هالشمس كسوسوا تحت السحاب ولا كي تبدا زرقاء تضر برشا البوم تاعنا، دونك نقعدوا ديما ونعاودوا ماذا بينا في الصيف ما نهملوش رواحنا، اون بروفيت من البحر من البيسين من الشمس تو، مي ديما ليكرون راهي سي اوبليغاتوار، كيما ما ننساش باش نحك سنايا صباح كي نجي خارجه ولا كي نجي نرقد في الليل ماذا بيا زاده كيف كي نجي خارجه ما ننساش باش نحط ليكرون تاعي ونجددها كل ساعتين، وهالليكرون هذايا تكون مناسبه لنوعيه البشره نتاعي، ما نحطش ما تبداش ايكرون تدور على دار كامله، على خاطر ليكرون كيف تكون ماهيش ادابتي لتيب دو بو نتاعي تنجم كان انا عندي لا بو سيش مثلا تزيد تشيح حالي، تنجم سا بروفوك دي بروبليم اخرين. بون نرجع لموضوعنا هالليتاج هذوما، انا باش نيفيتي هالليتاج سورتو ليتاج سولير، هالليتاج بغون اللي الكوز نتاعهم الشمس، شنو لازمني نعمل؟ اول حاجه كما قلنا البروتيكسيون سولير نتاعنا لازمنا ديما نحطوا ليكرون كل ساعتين نجددوها، ثاني حاجه
نقعدوا ديما ونقولوا الماكله شربين الماء من اللي هو عنده دور كبير كبير باش يغذي ويرتب البوم تاعنا من داخل. دونك اون بروفيت مادام تواسيف نشربوا بزيت سوائل سورتو البدن يتعرق باش ما تشيحش البوم تاعنا باش ما يخرجوناش لي تاش ما يخرجوناش لي غيد لي بوتون اكسيتيرا. ماذا بينا نشربوا هاك ليترتين ماء في النهار سي اوبليغاتوار، مش بالضروره يكون ماء، نجم يكون حتى دو جو فغي مش جازوس حتى طرف راهو دي جو فغي ستادير جو دو فريز لي دو بول جو دو كاروت. وحكينا على البيان في نتاع السفناريا، في كل مره نقعدوا نحكيو على البيان في نتاع السفناريا. دونك هل جو هذوما لي فغي راهم هايلين وممتازين للبشره نتاعنا. زيدا كيف كيف ماكلتنا اللي لازمها تكون صحيه برشا واللي لازمها تكون غيش كسوا بال لي مينيرو لي فيتامين لي بروتيين، الماكله اللي كلها معناها مش متطلبه برشا مصروف، جوست حاجتنا باش خضره برشا خضره برشا غلة الحوت الازرق كسوا سردينه ولا التن، الحاجات هذوما الكل من شانهم انهم يعاونونا باش نستحفظوا على البو نتاعنا. وكل عاده باش ناكلوا كما قلنا الخضره والسلايط والغله اكسيتيرا. وجبت لكم كلكو استوس في الاستوس جور، ما عليكم كان تاخذوا ورقه وستيلو وتقيدوهم. قلنا سي ان بو ديفيسيل كي تبداو يخرجوا لنا ديجا لي تاش باش نحيوهم. بون مش في ليله مش في نهار، ديجا احنا حتى في الدومين الاستيتيك والكل لي سوان دو فيزاج سورتو توا هاللي سوان اونتي تاش ولي سوان اكليرسيسون نحيوهم. مع الشمس ما نعملوا حتى شيء، نحاولوا اون ايفيت البيلينغ كو سوا شيميكمون ولا ميكانيكمون، كو سوا لي سوان دو فيزاج لي سوان اكليرسيسون كو سوا لي سوان اونتي تاش، ديما في الصيف نوقفوا. علاش؟ على خاطر مع شمسنا القويه سا سوغا ان بو ديفيسيل. دونك احنا لهنا باش نحاولوا نعملوا حاجات ناتوريل، حاجات ما فيها حتى شيء، ما تكلفش بالكل، مي لازمنا شويه صبر. راه مش اليوم باش نعمل هالماسك اللي تشوفوا فيه على ليكرون ولا باش تقيدوه دونك باش نصبح من غدوه ما عنديش دي تاش، لا راه سي امبوسيبل. ماذا بيا ما نقلقش ما نفدش ونقعد ديما نعمل هالماسك هذا. يا بون عملت لكم ماسك المعدنوس وكنا حكينا برشا على المعدنوس وحكينا عليه حتى الجمعه اللي فاتت، كيفاش المعدنوس هذايا ما يخليش الشيب يخرج لنا، كيفاش يقوي البصيلات نتاع الشعره، كيفاش يرجع للشعره لونها الطبيعي، كيفاش ينحي الشوت برشا، وكيفاش ينحي القمل وش على بيدك سيتيغا. دونك اليوم زاد كيف كيف المعدنوس حاجتنا بيه باش نتخلصوا من ليتاج برون. جبته لكم جوست لهنا في الاستوس ما نعرفش كان قاعدين تشوفوا فيها. وفي الغوميت جوغ عندنا معدنوس ونشاء، معدنوس ونشاء. دونك المعدنوس نتاعنا نرحيوه ونزيدوه نشا يولي كريم ونعملو بيه وجوهنا. لهنا عندنا كريم اكليرسيسون كريم اونتي تاش ما فيها حتى شيء بيو، مستحقين سولمون المعدنوس ونشا، ومن نجمو نزيدوهم من كيتات ما ورد. ولهنا ردوا بالنا الماسك هذايا ماذا بينا دو بريفيرونس نعملوه في الليل خاصة كان زدناه ماء الورد، على خاطر ماء الورد ماذا بينا نستعملوه في الليل اكاها. زادا كيف كيف فما الماسك الثاني اللي ما في حد شيء، مستحقين ثلاثة حاجات أكاهو تغواز انغريديون أكاهو. الحاجة هيلة برشا للي تاش بغول اللي تتفرج فيا وعندها لي تاش تجربها وتقولنا كسوسوا على الفيسبوك متاعي ولا على انستغرام متاعي ولا على باج دارنا أنا موجودة. قولوا لي الوصفات متاعنا كي تستعملوهم شنية قولكم فيهم، أعطيوني أراكم وانصحونا وقولونا في شنو تحبونا نحكيو. دونك الماسك الثاني ولا الغسيت الثانية مستحقين فيها الطماطم، الطماطم اللي كنا حكينا المره اللي فاتت عليها وقلنا رانا كل ما ناكلوا حاجه حمراء نحفزوا بدنا الانتاج الكولاجين، الكولاجين العنصر المسؤول على شباب ونضاره البشره. دونك لهنا حاجتي بيه الاستعمال خارجي، باش ناخذ كعيبه طماطم اكاها وما فيها حتى شيء، وباش نحط قدامي صحيفه فيها شويه سكر خشين وصحيفه اخرى فيها انشاء. دونك تغواز انغريديون ما فماش حاجه كبيره، حاجتنا بطماطم كعيبه طماطم وحاجتنا سولمون بنشي وبسكر خشين. وكيف باش نعمل هالغوسيت اللي قلت لكم عليها، جو بريفير بيان نهار اللي باش نستعملها ما نعاودش نخرج للشمس، سيتادير ما نعملش الغوسيت ونخرج بعد شويه للشمس، جو بريفير نهارتها نستحفظ شويه على البوم تاعي. دونك لهنا باش ناخذ شطر كعبه الطماطم نغطسوا فيك السكر الاحرش هذاك باش نحك به وجهي ديليكاتمون باش نرد بالي وانا نحك بشويه بشويه. حكيت وحكيت دو هكا سكوند وبعدك باش نغسل وجهي بما يكون دافي باش ما نسكرش لي بور، وبعدك باش طر الثاني نتاع كعبه الطماطم باش نغلف بنشاء، انشاء اللي يجدد الخلايا نتاع البشره، اللي يصفي الوجه، اللي عنده ان في اكليرسيسون، اللي خلصنا من لي غيد التجاعيد الدقيقه. دونك حاجتنا
بالنشاه هذايا وحشتنا بكعبه طماطم، اشتر كعبه طماطم الثانيه، دونك لهنا حطيت اشتر كعبه طماطم في النشاه ونعاود نحك بها وجهي ديليكاتمون. ردوا بينا واحنا نتعاملوا مع وجوهنا، راهو ليبيديرم نتاع الوجه سنسيبل، ردوا بينا نتعاملوا معاه ديليكاتمون. دونك نحك وجوهنا بك النشاه هذاك، نخليوه 5 سكوند، سامحوني 5 مينوت بلوتو، نخليوه 5 مينوت وقبيله كيف كيف 2 مينوت مش 2 سكوند، داخله بعدي شويه اليوم سخانه. دونك 5 مينوت وبعداك باش نغسل وجهي الماء دافي وبعد ماء بارد، وبعد الماء البارد ناخذ شويه ثلج فيها شويه نعناع، كان انا عندي لابو غراس شويه نعناع شويه سيترون، انا نحضر في الجلاسون تاعي اللي باش نحطه على وجهي، رد بالي من نوعيه البشره تاعي، كان انا عندي البشره الجافه نحط شويه سيترون وشويه نعناع. هي البرشا سوبر اكليرسيسون او ميم طون تونيك تونيفيون، ينعوش لنا البوم تاعنا. كان انا عندي لابو سيش زاده كيف كيف لاستيس جور، كتبت لكم غوسيت سهله ما فيها حتى شيء، الباز نتاعها الويل دامون دوس، لهنا في الجلاسون تاعي باش نحط نكته ويل دامون دوس، وباش نحط زاده كيف كيف ونكيتا قارص ونزيدهم الماء ونحطهم في الكونجيلاتور نتاعي، وبعدك نمسح بهم على وجهي تشوفوا قديش يكبس لنا البشره نتاعنا، يعطينا نظاره، يخلصنا من ليتاش بغيول، وهنا ما عملنا دي ماس اونتي تاش. صدقوني عندهم مفعول سحري، بيان سور كان احنا ناكلوا ماكله صحيه، وبيان سور كان ما ننساوش باش نحطوا ليكخون نتاعنا، مش نعمل الماسك هذايا ومن بعد نمشي نجري نخرج للشمس، يعني ما عملت حتى شيء. دونك ردوا بالنا بالكدا بالكدا في ماكلتنا وفي ليكرون تاعنا اللي كيما قلنا لازمه، ونعملوا هاللي ماسك اللي ما فيهم حتى شيء، وكيما قلت لكم اعملوا وقولوا لي، انا راني موجوده باش نجاوبكم على تساؤلاتكم وباش نستفيد زاده من التجارب نتاعكم، وان شاء الله يا ربي نخليكم على خير مع وليد ومع باقي برنامج دارنا، ونشوفكم ان شاء الله الجمعه الجايه. نبوسكم بوسه كبيره، يلا في امان الله.